السلام عليكم ومساء الخير عليكم، مساء البهجة والسرور على جميع السيدات اللي كيتبعوني والسيدات الجديدات في القناة. كنقول لكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم رغايف، ولا كل منطقة وكيفاش كيسميوهم، يعني كاين اللي كيسميوهم بوشيار، كاين اللي كيسميوهم المفروق، يعني كل منطقة وكيفاش كيسميوهم. هنا عندي رغيفة كبيرة مرقب بعشر طبقات، يمكن لكم ديروا خمسة كيف ما كيبقى لكم ديروا سبعة، داكشي حسب الاختيار. فهما كيجيو زوينين بزاف، انا درت منهم بزاف، يعني غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو. دونك بلا ما نطولوا بزاف، اجيو معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. دونك عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الكامل اللي محيده له النخاله ديالو، يعني مغربلاه ومحيده له النخاله ديالو. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض منخول ومخلط مع نص ملعقه صغيره ديال الخميره الكيماويه وقبصة من خميرة العجين اللي كتكون ناشفة. عندي هنا معلقة صغيرة ديال الملح، الملح كيبقى اختياري يعني حسب الذوق. عندي هنا تقريبا واحد 500 مليليتر ديال الماء او اكثر، احنا غادي نشوفو. دونك غادي نخلط كل شيء مع بعضهم وغادي نجمعهم بالماء بحال اللي كتشوفوا معايا. دونك انا بالنسبة للدقيق فانا كنصحكم ديروا الدقيق اللي كنطحنوه على يدينا. دونك كتشوفوا المهندس قضالي، فانا غادي نشوف الا العجينه باقي خصها الماء فانا غادي نزيد. دونك كيف ما قلنا الدقيق خاصو يكون مصاوب على اليد ومطحون على اليد، فهذاك احسن طحين يمكن له يكون، احسن من هذاك اللي كنشريو من المحلات التجاريه كنعرفوه بعدا كيفاش داير، وحتى المسمن اولا الرغايف كيصدقوا زوينين بزاف. دونك انا هنايا غادي نزيد واحد نص كاس باش نجمع العجين. دونك كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا كنجمع، كتحاولوا باش القصعه ديالكم دائما تبقى نقيه. فانا كنهضر مع المبتدئات اللي عمرهم ما عجنوا، اللي يلاه دخلوا في بيت زوجيه وخصهم يعجنوا بيديهم. فوالا دونك انا غادي نبل لي يدي بشويه باش غادي يساعدني في الدليك. فانا كندلك بهذه الطريقه هذه، وغادي نوريكم طرق يعني بزاف. فكنبقى ندلك بهذه الطريقه هذه، كندلك مزيان حتى العجينه كتشرب ليا هذاك الماء. كيف ما كتعرفوا ان العجينه الرغايف ما كتكونش جاريه وما كتكونش قاصحه يعني بزاف، كتكون عاديه ولكن ماشي جاريه وماشي تري تري مول. دونك فوالا كنحاول نحيد كاع العجينه ديالي من القصعه بهذا الشكل، وكنبقى مره مره كنفز يدي هذه في حاله ما الا بانت لي العجين قاصح. فوالا دونك كنعجن كندلك 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 بهذه الطريقه هذه. غادي نبدا عاوتاني كندلك بهذه الطريقه يعني بالكف ديال يدي. دائما الا لقينا شي مشكل مع العجينه فحنا كنفزكو غير اليدين ديالنا، كتكون واحد السليفه قدامنا وكنبقاو كنخدمو العجين. دونك انا غنستعمل هنايا الاصابع ديالي الكبار كيف كتشوفوا، وكنبقى كنتكي على العجينه بحال هكا. انا القزعه بدات كتحرك لي، يعني ماشي فحال زمان كنا كنديرو شي حاجه يعني شي هدوره ولا شي حاجه كانوا كيعلمونا العجين فاش كنا صغار. دونك خص ضروري شي حد يقبط معاك، ولا خصك تكون كالي مع شي حيط ولا شي حاجه. دونك غادي نديروها على الرخامه ديالنا وغادي ندلكوها بهذا الشكل هذا، يعني رخامه كتبقى ستابل ما كتحركش، فاحنا غادي ناخذ راحتنا في الدليك. دونك العجين حتى تبقى كترتق لينا في يدينا عاد نعرفوا ان العجين صافي ما باقي خصها والو. دونك كنديروها فواحد القصيعه ديالنا ملي كنشوفوها ارتبط، كنديروا عليها شويه ديال الزيت وكندهنوها بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا ان العجين ديالي كدايره البويقات يعني ناجحه. فوالا دونك غادي نغطيها ترتاح واحد من خمسة حتى العشرة ديال الدقائق، وغادي نكمل بلوتو التكراس ديالي. دونك فاش كدوز 10 ديال الدقائق كان كيف كتشوفوا العجين، شوفوا كيفاش دايره. فما كنصحكمش تكون جاريه باش تساعدكم على العجين، لان من بعد كتبقى كتطلق راسها. دونك كندير في يدي شويه ديال الزيت كيف كتشوفوا، وغادي نبقى كنحيد يعني بحال كنقج العجين ديالي بهذا الشكل. دونك كنحتاج واحد الكره كبيره قد طماطم، وكندير كرات صغارين قد مشماشه، يعني دوك الصغارين هانتوما غادي تفهموا معايا من بعد. دونك دائما كندير وحده كبيره وعشرة صغيورين.
فوالا كيف كتشوفوا. وغادي نكمل، غادي ندير وحدين صغارين باش ندير الرغايف العاديه اللي كنديرو. دونك انا هنايا درت غير جوج، وهنا كملت بالرغايف العادي اللي كنديرو وحده في قلب وحده. دونك عندي هنا شويه ديال الزبده تقريبا واحد 100 غرام، كندير عليها شويه ديال الزيت نباتيه بهذا الشكل هذا، وكنبقى كنقرص. ملي كيرتاحوا ليا الكرات كنبقى كنقرص. دونك اشنو كندير؟ كنبدا بالكره الكبيره اللي قد الطماطم، فانا كنقرصها يعني كبيره كبيره بزاف كيف غادي تشوفوا معايا دابا. فانا درت وحده كبيره، ودرت هنايا داكشي اللي قد لي لو بلون دو طرافاي، دونك قد لي غير ربعه. دونك انا غادي ندير داك العشره كلهم صغار، غادي ندير لهم بحال هذا الشكل. غادي تشوفوا معايا كلشي من بعد. دونك غادي نبدا، غادي ندير شويه ديال الزيت والزبده، وغادي ندير في يدي شويه ديال الدقيق وندوزو من الفوق، وغادي نهز ديك الدائره اللي طلقت، اللي صغيره اللي قد المشماشه فوالا، وغادي نديرها في الوسط بهذا الشكل. دونك غادي ندير عليها شويه ديال الزبده وزيت والدقيق غير في اليدين ديالي هكذا، وغادي نحط عليها الدائره الثانيه. كنحاول نحط وحده فوق الاخرى، ماشي مشكل يجيو مقادين ولا معوجين من الجناب، داكشي ماشي مشكل، كلشي كيتقاد من بعد فوالا. دونك عاوتاني كندير شويه ديال الزبده وشويه ديال الزيت والدقيق غير في اليدين ديالي، وغير شويه ماشي بزاف باش ما يجيوش مدقصين. دونك كندير دابا الثالثه كيف هاد كيف كتشوفوا. كنبدا من الجنب وكنبقى كنتيغي باليد ديالي. دونك كيف ما شفتوا معايا انا لو بلان دو طرافاي قد لي غير اربعه، يعني حتى غادي ندير وغادي نبدا كنكمل الكرات اللي باقي لي. انا غنبقى نقرصهم قدامكم باش تشوفوا. دونك انا غنطلق دابا في الخامسه. دائما بنفس الطريقه حتى كننتهي، حتى كنساليو داك العشر كرات اللي عندنا كاملين. دونك انا ما بغيتش نراتي لكم شي ايطاب، بغيت ندير كل شيء قدامكم باش تشوفوا. هذا كيعيطوا له بوشيان، انا الجده ديالي كانت دائما كديروا لينا، كيجي كله مفرتت من الداخل، كيجي عفتي كيجي غبال، سورتو زعما اللي يعرف يجنو يولي معطي عليه العجينه ديال الرغايف. وعلاش لا، حتى اللي تعلم وبقى كيديرهم راه كنا ما كناش كنعرفوا، وبشويه بشويه كنوليو كنفهموا بزاف ديال المسائل. دونك كيف ما كتشوفوا انا معايا، انا غادي نكمل كلشي كلشي كلشي. شوفوا معايا لاباط كيفاش دايره، يعني رقيقه جدا، دايره بحال التريد. شوفوا فمن هنا كتعرفي واش العجين واش صدق لك، واش الرغايف غادي يصدقوا لك ولا لا. دونك كنقبط واحد القطعه ولا واحد السكين، وغادي نبقى كنقطع غير من الجنب ديال من اخر وحده بحال هذا الشكل، وكنبقى كنلمط بحال كنلمط البسطيله. كيف كتشوفوا العجين ديالي رقيق. واهم حاجه ما تنساوش ديروا يعني الزيت مزيان من تحت الرغيفه باش ما تبقاش لاصقه لكم على لو بلون دو طرافاي ديالكم. دونك غادي نبقى مكمله على هذا الشكل، حتى غادي نكمل كل شيء، وغادي نبقى غادي نهز بالوحده نخليهم يرتاحوا تحت واحد لو فيلم اليمونتير، غادي نهزهم ونديهم يطيبوا على مقله سخونه مرشوشه بشويه ديال الزيت.
دونك كنحطها وكنبقى كنقرصها هكذا بهذا الشكل، غير كنشوفوها دارت هاد البويقات بحال هكا، فكنقلبوها. واهم حاجه غنبقاو نقلبوها دابا وساعي، يعني كل شويه غادي نبقاو نقلبو فيها. دونك فوالا غادي نشوفها بديك لاسباتيل واش تحمرات، غادي ندير لها شويه ديال الزبده والزيت من الفوق باليدين ديالي وغادي نقلبها. فوالا دونك لون جميل، غادي نبقى كندورها باليدين ديالي بهذا الشكل. العافيه ما تكونش مجهده بزاف باش ما تحرق لكمش الرغيفه ديالكم وتبقى خضراء من الداخل، دائما مع التحراك باش الجوانب كلهم يتحمروا وباش طبليه كيف قلت لكم مزيان. كيف كتشوفوا معايا شفتوا كتنفخ شويه، هذا دليل على ان كل شيء لداخل كيطيب. دونك غادي نبقى كنقلب بهذا الشكل حتى طيب ليا. بالنسبه لهاد الرغايف يمكن لهم يتعمروا بالخليع بالكفته باي حاجه بغيتوا. من بعد غادي ندير لكم دي فيديو وحدين اخرين. دونك غادي نحطها على طبق تقديمي الا كنت غادي ناكل هذاك الساعه، سينو غادي نديرها على واحد تاغري باش ما تعرقش ليا في التبصيل. وغادي نمشي نكمل بالرغيفات الصغارين العاديين اللي كنعرفو كاملين. دونك غادي نديرها في المقله ديالي، غادي ندهن شويه لا سيرفاس بزويته ولا بزويته بزبيده داكشي اللي بغيتو وغادي نقلبها. دونك ضروري من التحراك كيف ما كتشوفوا، ضروري ضروري من داك التحراك هذا كيخلي الرغيفه طيب كلها وتورق وتنفخ وكل شيء. فوالا كيف كتشوفوا معايا الرغيفه بدات كتنفخ. فكيف كتشوفوا معايا الرغيفه يعني منفخه مزيان، انا غادي نوريكم لا كاميرا من الجنب باش تشوفوا مزيان. العافيه خصها تكون كيف قلت لكم ماشي مجهده بزاف باش ما يتحرقوش لينا الرغايف ديالنا. فوالا انا كيعجبوني الرغايف يكونوا محمرين شي شويه، دونك كنديرهم على الطبسيل ديالي وكنبقى كنتكي عليهم بهذا الشكل هذا. وغادي نحلهم دابا معكم. فوالا مرقين خفافين، داك الطحين ديال القمح اللي مصاوب على اليد كيعطيهم واحد اللذه واحد الشكل ما نقولكمش. فكنتمنى تجربوهم. الى عجبتكم لا فيديو بارطاجيوها مع احبابكم وصحابكم، ديروا جيم وشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تضغطوا على الجرس. شكرا بزاف والى اللقاء.